أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة معانا درس جديد من دروس القواعد النحوية بعنوان الحروف الناسخة. إيه هي الحروف الناسخة؟ وهل هي تفرق حاجة عن الدرس اللي فات اللي هي الأفعال الناسخة؟ طب إيه هي الفروق اللي بينهم؟ هنشوف مع بعض. الحروف الناسخة أقدر أسميها برضو أو أقول عليها إن وأخواتها. يبقى أنا كده عندي درسين شوية متشابهين بس المسميات مختلفة. أخدنا الدرس اللي فات الأفعال الناسخة اللي هي كان وأخواتها، النهاردة هناخد الحروف الناسخة اللي هي إن وأخواتها، وفي شوية تشابه كده. تعالوا نشوف إن شاء الله مع بعض نفهم الدرس واحدة واحدة. إن وأخواتها دي مجموعة من الحروف، يعني مقدرش أقول عليها مثلا أفعال أو أسماء، دي مجموعة حروف لازم احفظهم واكون عارفهم كويس قوي عشان لما اشوفهم جوه الجملة اقدر اعرف انا شغال في اي قاعدة. يعني زي ما عملنا في كان واخواتها وحفظنا كان والاخوات بتاعتها، لازم برضو احفظ او اعرف ان واخواتها. ادي ان واخواتها هم ان، ان، كأن، لكن، لعل، ليت. ان، ان، كأن، لكن، لعل، ليت. دي مجموعة من الحروف، بيقول لي كده القاعدة بتاعتها بتقول ان الحروف دي بتدخل على الجملة الاسمية. ايه ده؟ ده نفس التشابه او نفس اللي حصل في الدرس اللي فات، برافو عليك. دي اول حاجة متشابهة، ان كان واخواتها في الدرس اللي فات كانت بتدخل على الجملة الاسمية، ان واخواتها برضو في الدرس اللي فات برضو هتدخل على الجملة الاسمية وهتعمل فيها تغييرات. بس اللي انا عايزك تعرفه ان التغييرات اللي هتعملها ان واخواتها هي عكس التغييرات اللي عملتها كان واخواتها في الدرس اللي فات. يعني ان واخواتها بتدخل على الجملة الاسمية، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. يعني هي عكس كان واخواتها بالظبط. يعني ان هتنصب المبتدأ وترفع الخبر، انما كان في الدرس اللي فات كانت بتعمل ايه؟ كانت ترفع المبتدأ وبتنصب الخبر، يعني هما الاتنين عكس بعض. بس طالما انت فاهم الفكرة هتقدر ايه تحل كويس وتكون ممشي في الدرس ده كويس جدا. تعال نشوف مثال مع بعض. لو انا قلت مثلا التلميذ مجتهد، التلميذ مجتهد دي جملة ايه؟ جملة اسمية. لو انا هعربها عادي يعني زي ما خدنا في اول درس خالص، التلميذ هقول عليها ايه؟ ابتدى مرفوع علامة رفعه الضمة، ومجتهد هتكون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب بعد ما احنا عربنا الجملة عادي، دي جملة اسمية اهو، التلميذ مبتدأ ومجتهد خبر. تعال نشوف لو دخلنا عليها زي ما عملنا قبل كده في كان، لو دخلنا عليها ان واخواتها اهو. ادي التلميذ، شوف هحط في الاول ايه؟ ان. شايف الفرق؟ هنا عندك في المثال اللي فوق ما كانش فيه إن، في المثال اللي تحت حطينا إن. شايف التلميذ فوق كانت مبتدأ مرفوع وشايف الضمة هي اللي فوق الذال، تحت حطينا فتحة فوق الذال. ليه؟ لأن التلميذ دي ما بقتش خلاص مبتدأ، طالما دخلت إن عليها دي بقت اسم إن، وإن بتعمل إيه؟ تنصب المبتدأ عكس كان بالظبط. طيب فهتبقى المثال هيبقى عندي شكله كده أهو، إن التلميذ مجتهد. يبقى التغيير اللي هنا حصل فين؟ حصل في المبتدأ اللي هو في الاسم، يعني في اسم إن. إنما في كان التغيير كان بيحصل فين؟ كان بيحصل في الخبر. يبقى القاعدة اللي أنا عايزك تعرفها إن وأخواتها عكس كان وأخواتها. طب لما أجي أعرب بقى أشوف هعرب إزاي أهو، هقول التلميذ مبتدأ؟ لا طبعا ما بقيش خلاص مبتدأ، طالما دخلت إن وأخواتها فهقول عليه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومجتهد
هقول عليه خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى عندي هنا الخبر مرفوع عادي زيه زي الخبر العادي اللي خدناه في أول درس، إنما التغيير كله بيكون فين؟ في المبتدأ. تعال نشوف تدريب كده مع بعض. السؤال يجيني ويقول لي حدد الحرف الناسخ واسمه وخبره زي ما عملنا في كان. عايز اطلع الحرف الناسخ فين، اسمه فين، خبره فين. طب ايه هي الحروف الناسخة؟ ان واخواتها اللي هما ايه، ان، ان، كان، لكن، لعل، ليت. طيب ادي المثال اهو، ان جو مصر معتدل. فين الحرف الناسخ يا شباب؟ هقول ان. طب فين اسمه؟ كلمة جو. ماله جو مصر؟ معتدل، فمعتدل هي الخبر. يبقى كلمة جو هنا اسم إن، وكلمة معتدل خبر إن. ما أقولش شيء، خبر بس واسمه. طيب تعال نشوف مثال تاني. الجندي كأنه أسد. إيه ده؟ طب فين مستر إن وأخواتها؟ قال لي ما إن وأخواتها مش لازم إن هي تيجي في أول الجملة، يعني في بعض أخوات إن ممكن يجوا في نص الجملة عادي. أهو الجندي كأنه أسد. أنا هقول لك إن وأخواتها وأنت طلع الحرف الناسخ اللي موجود في الجملة. إن موجودة؟ لأ. إن، أن، أن مش موجودة. كأن موجودة؟ كأن، اهي كأن، اهي كأنه أسد، كأن. تمام، يعني انا هاخد كأن بس يا مستر، والهي دي اللي ملزقة فيها مش هقولها معاها. هاخد كأن بس. الحرف الناسخ عندي كلمة كأن اهو. طب فين اسم كأن؟ مين اللي كأنه أسد؟ اللي هو الجندي. طب ما الجندي دي يعني في بداية الجملة، دي مبتدأ، ما اقدرش ارجع تاني واقول عليها ان هي اسم كأن. طب فين اللي بيدل على الجندي؟ الهه دي، شايف الهه دي؟ كأنه، كأن مين؟ كأن الجندي يعني، كأنه. فالهه دي اسم كأن. ليه؟ لانها بتدل على الجندي. فين خبر كأن؟ كأنه ايه؟ كأنه اسد، فاسد دي خبر كأن. يبقى اللي انا عايزك تلاحظه هنا ان اسم ان ممكن يجي متصل فيها، يعني ممكن يجي لازق فيها عادي. يعني اي ضمير هتلاقيه لازق في ان واخواتها من غير تفكير كده هتقول عليه ان هو اسم ايه، اسم ان. يعني ممكن اقول كأنه، كأنها، كأنكم، كأنكما، اي ضمير هيلزق فيها هيكون هو اسمها. تمام. هل اسم ان هنا ممكن يجي مستتر زي ما كنا بنقول في كان مثلا؟ كن قويا، فاكر المثال بتاع كن قويا اللي قلناه في كان، وقلنا ان اسم كان هنا ضمير مستتر تقديره هو، تقديره انت، سوري، كن انت قويا. هل اسم ان برضو ممكن يجي مستتر زي كان؟ قال لي لا، اسم ان ما يجيش مستتر خالص. يعني هو ده الشكل بتاع اسم ان، يا اما تلقاه موجود جنبها يا اما تلقاه ايه، متصل فيها او لازق فيها كده. اهو اسم ان لا ياتي مستترا. تعال نشوف تدريب تاني وشكل تاني للسؤال. بيقول لي احذف الحرف الناسخ في الجملة التالية وغير ما يلزم، ويجيب لي جملة زي السؤال ده ما خدناه برضو في الدرس اللي فات ومتعودين عليه. يجيب لي جملة فيها حرف ناسخ، ومش عايزك تلخبط بين الحرف الناسخ والفعل الناسخ. حرف ناسخ يبقى انا كده احط في دماغي ان انا بتكلم في قاعدة ان واخواتها. قال لي فعل ناسخ، يبقى انا بتكلم في قاعدة كان واخواتها. طيب ادي المثال اللي فيه حرف ناسخ. فين الحرف الناسخ يا شباب؟ اهو، اهو يا مستر ان. طيب يا مستر علي، عايزين نشيل ان دي من الجملة ونكتب الجملة عادي. هل الجملة لما بنشيل ان او بنشيل كان الجملة بتنزل زي ما هي ولا بيحصل فيها تغيير؟ طبعا، زي ما ان دخلت غيرت الجملة، لما شيلها ترجع الجملة لأصلها. طيب التغيير هنا في ان واخواتها، او في قاعدة ان واخواتها، التغيير هنا هيحصل فين؟ في المبتدأ ولا في الخبر؟
الخبر مرفوع زي ما هو، يبقى التغيير هيحصل فين؟ في المبتدأ. لما اشيل ان ما ينفعش كلمة جو تبقى منصوبة زي ما هي. ليه؟ لان هي منصوبة لانها كانت اسم ان. طب انا شلت ان رجعت مبتدأ عادي اهو، فطالما هي رجعت مبتدأ المبتدأ بيكون مرفوع، فهقول ايه؟ جو مصر معتدلا، واحط ضمة فوق المبتدأ. طيب شكل تاني للجملة، وده مهم جدا جدا، لو الاسم جه متصل يقول لي انك ناجح. طب انا هشيل ان اهو يا مستر، اهو اديني حاطط لك عليها العلامة الحمراء، هشيل ان دي يا مستر، اكتب كاف ناجح، مفيش حاجة اسمها كده، والكلام ده ملهوش معنى. افهم معنى الكلام وشوف هو بيكلم مين. انك ناجح بيكلم مين؟ بيكلمك انت. فانت لما تعبر عن الجملة دي من غير ان تقول ايه؟ تقول له كده انت ناجح. شايف؟ شلنا ان، والكاف دي اللي هي كانت لازقة في ان اتحولت لضمير عادي اللي هي كلمة انت. طب لو قال لي انه ناجح، فلما اشيل ان راح اقول ايه؟ هو ناجح. انكم ناجحون، اشيل ان اقول ايه؟ كاف ميم ناجحون، مفيش حاجة اسمها كده. لو المثال انكم ناجحون اروح اقول ايه؟ انتم ناجحون. تمام. طيب سؤال تاني، ويقول لي ضع ان بدلا من كان في الجملة التالية وغير ما يلزم. وده سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير، يعني يجيب لي جملة فيها كان ويقول لي حط لي بدل كان دي ان. طب احنا يا مستر عارفين ان هم عكس بعض، برافو عليك. ادي المثال اهو، بيقول كان الجو حارا. شايف كان هنا نصبت مين؟ نصبت الخبر. كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب عايز احط كان بدل ان، هعمل العكس، هعمل ايه؟ ان تنصب المبتدأ، شايف اهو، ورفعت الخبر. يبقى اقول ايه؟ ان الجو حار. طب لازم اشكل الكلام ده؟ اه طبعا لازم تشكله. ليه لازم اشكله؟ عشان ابين له ايه الفرق اللي حصل لما انا شلت كان او حطيت ان. تمام. طيب درس بسيط جدا وسهل جدا، لو انت فاهم فكرة الدرس اللي فات الدرس ده هيكون سهل جدا بالنسبة لك. هي قاعدة واحدة بنعرفها وبنعكسها في القاعدة التانية. الدرس بسيط، اتمنى انكم تكونوا فهمتوا، ونتقابل ان شاء الله في اخر درس من دروس المنهج الدرس القادم ان شاء الله.